نظراً لأن الأشجار شائعة للغاية، قد نتجاهلها معظم الوقت ولا ننتبه إلى عظيم صنع الخالق في العديد من أشكالها. إن كنت تظن كل الأشجار ذات شكل متشابه، فمن المؤكد أنك ستغير رأيك بمجرد رؤية أشكال الأشجار الفريدة والغريبة في الفيديو. أشجار قوس قزح أوكالبتوس، موطنها إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين. أوكالبتوس ديجلوبتا هي شجرة ملونة بشكل مذهل، اكتسبت اسم قوس قزح أوكالبتوسي بفضل لحائها متعدد الألوان. يحدث التلوين الفريد بسبب الطريقة التي تسقط بها الشجرة لحاءها، والذي يكشف أولا عن اللحاء الداخلي ذي اللون الأخضر الفاتح. بمرور الوقت، تتقدم المنطقة في العمر ويتغير لونها، وتتحول إلى ظلال مختلفة من المارون والبرتقالي والأرجواني والأزرق. تسقط الطبقات المختلفة وتتقدم في العمر في أوقات مختلفة، مما يخلق نمطاً رائعاً. تمتلك الشجرة العديد من الميزات الرائعة الأخرى، على سبيل المثال، يصل ارتفاعها سريعة النمو من 197 قدماً إلى 246 قدماً، ويصل قطر الجذع إلى 94 بوصة، كما أنها أحد أنواع الكافور الأربعة التي توجد خارج أستراليا، حيث يوجد أكثر من 700 نوع من هذه الشجرة. غابة الأشجار الملتوية في غريفينو، أحد أغرب الغابات التي تضم أغرب أشكال الأشجار. تشتهر الغابة بالشكل الفريد والغريب لبساتين أشجار الصنوبر التي زرعت في عام 1930 تقريبا. جميع أشجار الصنوبر البالغ عددها 400 شجرة في الغابة تمتاز بجذعها الملتوي على شكل حرف J، حيث تنحني جميعها إلى الخلف في وضع مستقيم لتصل إلى ارتفاع يقارب 50 قدما. لا أحد يعرف على وجه التحديد سبب نمو الأشجار بهذا الشكل الشاذ، لكن العديد من النظريات برزت على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم صحتها. فقد افترض البعض أن نمو الأشجار بانحناء تجاه الشمال سبهه قوة الحب الغريبة في المنطقة. مع ذلك، هذه النظرية تتعارض مع الحقيقة العلمية المثبتة أن الجاذبية لها قوة جذب الأرض نحو الأسفل لم تتسبب يوما بانحناء الأشجار. توقع آخرون أن سقوط الثلوج الكثيف تسبب في اعوجاجها، لكن فشلت هذه النظرية ايضا بسبب عدم اظهار اشجار اخرى في نفس المنطقة ذات التأثير. ومع ذلك، فان التفسير الاكثر قبولا وصدقا هو ان السكان المحليين استخدموا نوعا من الادوات لتشويه الاشجار بهذه الطريقة لانتاج خشب منحن يمكن استخدامه لبناء القوارب او الاثاث. أشجار تنين جزر الكناري. تشتهر دراسينا دراكو، المعروفة باسم شجرة تنين جزر الكناري، بشكلها الشبيه بالمظلة، موطنها جزر الكناري وماديرا والرأس الأخضر. تنتمي هذه الشجرة شبه الاستوائية إلى عائلة الهليوني. تنمو نباتات دراسينا دراكو ببطء، ويمكن أن تستغرق حوالي 10 سنوات لتنمو بارتفاع 4 أقدام. كونها أحادية الفلقة، لا تحتوي أشجار تنين جزر الكناري على حلقات سنوية أو حلقات نمو التي توجد عادة في الأشجار الأخرى. هذا هو السبب في تحديد عمر هذه الأشجار من خلال النظر في عدد نقاط التفرع التي تصل إلى المظلة. أقدم عينة حية تسمى إل دراغو ميليناريو، أو التنين البالغ من العمر 1000 عام، يمكن العثور عليها في إيكوت دي لوس فينوس في تينيريفي. ويعتقد أن العمر التقديري لهذه الشجرة يبلغ حوالي 305 عاما. شجرة لا سابينا في إسبانيا. لا سابينا هو الاسم الذي يطلق على شجرة مشوهة بشكل غريب توجد في الهييرو، إحدى جزر الكناري. يمكن أن تنمو هذا النوع من الأشجار في أكثر الأماكن قسوة. عند النمو في المناطق التي تكون فيها الرياح قوية، تلتوي الشجرة ويتشوه جذعها. على الرغم من أن الجذع يظل مستقيما، إلا أن الفروع تنحني لتلمس الأرض وتخلق الشكل الغريب الشهير. شجرة وونا أو النفق، تعرف كذلك بشجرة النفق، وكانت موجودة في حديقة يوسميت الوطنية حتى فبراير 1969. بلغ طول شجرة السيكويا العملاقة هذه قرابة 227 قدم وقطرها 26 قدم حول القاعدة. في عام 1881 تم شق نفق عبر جذع الشجرة الضخم، وسرعان ما أصبح الموقع مزارا سياحيا شهيرا، حيث يأتي الناس إليه
لالتقاط الصور لسياراتهم وهي تعبر من خلال النفق. في عام 1969 تسببت حمولة ثقيلة من الثلج على التاج في سقوط الشجرة العملاقة. في ذلك الوقت قدر أن عمرها 2300 عام. شجرة الحياة في البحرين عبارة عن شجرة مسكيت يبلغ ارتفاعها 32 قدما تقف على تل في الصحراء العربية القاحلة. على الرغم من عدم وجود مصدر مياه مرئي حولها، فقد تمكنت الشجرة من الازدهار، مما حير العلماء والزوار على حد سواء. تحتوي الشجرة التي يبلغ عمرها 400 عام على كمية كبيرة من المياه في نظام جذرها المعقد الذي يصل إلى عمق 50 مترا تحت الأرض، في حين أن ذلك قد يساعدها في الوصول إلى مصدر للمياه. يتكهن البعض الآخر بأن الشجرة قد تعلمت ضغط الرطوبة من حبيبات الرمل. على مر السنين أصبحت شجرة الحياة من المعالم السياحية الشهيرة، ويزور الموقع حوالي 65,000 شخص كل عام. أشجار الصنوبر بندروسا. صنوبر بندروسا هو نوع من أشجار الصنوبر الكبيرة جدا. تنمو هذه الأشجار الضخمة حتى 200 قدم، ولها جذوع ضخمة يصل قطرها من 3 إلى 4 أقدام. تنمو في الغالب على المنحدرات الجبلية الجافة، ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال جذوعها المستقيمة والطويلة والسميكة ولحاء برتقالي صدئ. يمكنك أيضا التعرف على الشجرة من خلال شم رائحة لحائها الذي يحتوي على رائحة البتريسكوتش أو الفانيليا. يبلغ عمر الأشجار العملاقة 500 عام أو أكثر، وتشتهر هذه الأنواع من الصنوبر بخشبها الثقيل، وهي مصدر رئيسي للخشب المنشور في جنوب غرب الولايات المتحدة. أشجار أكسيل إيرلانديسون الفني. أشتهر أكسيل إيرلانديسون، وهو مزارع أمريكي سويدي، بتشكيل الأشجار كهواية. في عام 1947 افتتح منطقة جذب البستنة تسمى سيرك الشجرة، وأعلن عنها كمكان حيث يمكنك رؤية أغرب أشكال الأشجار في العالم من خلال ظاهرة طبيعية تسمى التنظير. تطعم الأشجار نفسها بشكل طبيعي. عندما أدرك ذلك بدأ إيرلانديسون في تجربة الأشجار التي تم تطعيمها معا عن قصد لإنشاء أشكال معقدة. استغرق تشكيل وتطعيم وتقليم الأشجار سنوات من العمل، لكن النتيجة كانت مرضية. في عام 1985 اشترى مايكل بونفانت، مالك شركة نوب هيل فودز، هذه الأشجار الرائعة وزرعها في متنزهه الترفيهي المسمى حدائق جيلروي. لا تزال الأشجار موجودة حتى اليوم ليستمتع بها الجميع. أشجار باباب. موطنها الرئيسي لأفريقيا ومدغشقر. الباوباب هي الأشجار المتساقطة التي تنتمي إلى جنس أدانسونيا. يعرف الباوباب أيضا باسم الشجرة المقلوبة، ويشتهر بحجمه المذهل. يصل طولها إلى 16 إلى 98 قدم، ويبلغ قطر جذوعها من 23 إلى 36 قدم، ويمكن أن تخزن جذوعها القوية بشكل لا يصدق ما يصل إلى 32,000 جالون من الماء، مما يساعدها على البقاء في ظروف الجفاف القاسية. يمكن أن يكون الجذع المجوف لشجرة الباوباب ضخما جدا، بحيث يمكن لحوالي 40 شخصا الاحتماء بداخله. وقد تم استخدام أشجار الباباب الكبيرة كسجون ومنازل في الماضي. أشكال الأشجار ذات الجذور. جذور الدعامة هي في الأساس جذور واسعة وكبيرة تخرج من جميع جوانب الأشجار الضحلة الجذور. توجد هذه الأشجار عادة في تربة الغابات الاستوائية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية. لا تساعد الجذور الضخمة الشجرة على جمع المزيد من العناصر الغذائية فحسب، بل تمنعها أيضا من السقوط. يمكن أن تنمو جذور الدعامة حتى ارتفاع 30 قدم، وتنتشر لمسافة 30 متراً فوق وتحت الأرض.